نبي الله حديثا قبل حجاب هيلي كريم محل قسمية درس كذا كتب العارسة حجاب يا أستر صلاتنا هتكتر تيان حتى أرهي سنين دمرك واجب يكتاي الضمد واجب يكتاي مسافركم ماشوا الدنيا يكتكنيا قرقي سأما ماشوا مريو هوين كديك قبي اي وح صلاته سارم بأي سنجن لا قضاء ولا أداء أن لقربين أي النبي عليه الصلاة والسلام هب حين وحتى كان ماشي اللي قلت كان يمصلها نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبدا صلاة عيدين كوحي أقود دالي تشيري أمدنا أفر تشيري سي جمعة كعلوس وقدرا روح كالصوم مسلمة ومكلفة وأوودي كرمالك إنو تكدو أيا لقربا عيدين تكدو هذه تكبيرتي يا آذابتي عيدين كنا لفري معنى ذو حوي صلاة قلقة إذا إسكالها تلمان تان لفتر كده واجب وي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبدا صلاة عيدين كوحي أقود دالي تشيري أمدنا أفر تشيري سي جمعة كعلوس وقدرا وحايرة عمرك عيدة ومالك طبنادة عيدين كنا ميلا بضم بين أحكام تولا كغاها الله إيوه وحيابها خسية لكن وحي لو دول مرة ونكدرين أينو كتلمان مدة كوباد حكم كصلاة عيدة شد الراجحة من حيث الدليل وواجب وفرض على الأعياد روح كصوم مسلمة ومكلفة وأوودي كرمالك إنو تكدو أيا لقرب عيدة إنو تكدو مذاهب تأفر توايس كم عن رافين وسنو مؤكدا ما يوا فرض كفايو ما يوا فرض عين مذهب والباء والمذهب كالشافعي ذا كأهين قول آدو حبضنا وحاكوشر ورنية صلاة عيدين كإلا تكذاي وفرض عين بل جمعة يضا كعلوس بيلي حنفي يضا مالك يضا حنابل يضا خاصة إمام أحمد بن حنبل رواية صحيحة كسوغن أنها فرض على الأعيان صلاة العيدين وفرض على الأعيان رواية عن مالك والغورية وأنا قول حبضنا عند المالكية وأنا رأي الجمهور الحنفية أيهون أيهون فضعين أيتهاي شافعية أيهو فرض كفاية ما يواصون يسكوهيان قول كورنا يا أكتوض وفرض عين أبو ليتا من حيث النقل من حيث النقل لا من حيث الدليل سيدون مهان نقطة وحاوية صلاة العيدين سيد الراجح أدلد تستي وحاوية وفرض على العيان لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم علماء وحيدة هذان الأمر بالصفة وأمر بالموصوف هذه تلمان الشيء اللي غفره تام عن هذا وحاوية وحال اللي غفر الشيء اللي افترك زينة الثميس هذه اللي يري آذان كقاب كهلو آدم والله يس أمري سيدا هالله أقيم والله يس أمري وكيفية ذي آذان كي كيفية إقامة اللي غفره تام عن هذا وحاوية تلمانتاً إيا صفتاً إيا قابكاً شيء إسكالها قد يجيسو هي والو أمره وواجب هذه تكبيرتي يا آذابتي عيدين كنا لفري معنى ذو حوي صلاة قد يجيسو إسكالها تلمانتاً لفتر كده واجب وي فصلي لربك وانحر قرآنك أمرك عدبا كتيرا أما سنده وذوقته نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام لبدا صلاة عيدين كوحي أقود دالي تشيري أمدنا أفر تشيري سي جمعة كعلوس وقدرا جمعة ودوكتي هنا وفرض على العيان باتفاق العلماء الدلون أي تستي ضمرك كما واجبت مسافرك كما واجبت أضونك كما واجبت ضد بدن وأفر أما كسي بدن بيزكو واجب لكن صلاة العيدين أنتم بيني تكذان بالغ الربا أنتم بيني تكذان بالغ الربا دمرك واجب يكتاي الضمد واجب يكتاي مسافركم ماشوا الدنيا يكتكنيا قرقي سأما ماشوا مريو هوين كديك قبي اي وح صلاة وصارم بأي سنجن لا قضاء ولا أداء أن لقربين أي النبي عليه الصلاة والسلام هب حين وحتى كان ماشي اللي كتكنيا مصلها نبي الله حديثا قبل بحجاب هيلي كريم محل قسمية درس كذا كتب العارسة حجاب يا أستر صلاتنا هتكتر تيان حتى أرهي سنين قبلهم مقبيات كا هلا صاروا وحو النبي دافع عليه الصلاة والسلام مجر طاوحي تصيصا إلى إتهاي عيدينك شعيرة من شعائر الإسلام شغل الإسلام من تيمية آد بأولي يا با
si waliba ay ku jirta dhaakadhaakood iyo ku digasho ayuu u radiyaa wadaadaha yidhaahda waa sunna iyo waa fardu kifaayo salaad ka culus siduu nabigu ooga hadlay ciideen ma jirto leeyahay hadday ciideen fardu cayaan noqon weydo salaado badan baa muran la gelin hayaabo salaadan ruux loo dhaafay ma ay jirto jamaacay ku asaxdaa furaadaabay ku asixi musaafirkii baa tukani kii ceelka shubayay baa tukani ruux walbaa laga rabaa gabadhi maqabyadeedi xijaabka ku jirtay gandoobka loo sameeyey baa leeyahay bax maalinka iyadoon weligeed bannaan iyo cadceed iyo qorax arag tii xaadoed baa leeyahay bannaan tag musallaha laakiin ka dhex bax safafka wax la daaya ma jiro maxaa yeelay waa shaciira min shacaa'ir alislaam nabigu wuxuu yidhi alfitru walaadxa waa ciidaanay ahl alislaam acni ahl alislaam waa labada ciidaa aanu la haddaan muslimiin nahay sanadka laba ciidood ba inoo soo marto ilaahay inoo shidiyo rasuulkiisu calayhi salaatu wasalaam maxaa la rabaa in shacaarkii iyo higilkii iyo muuqaalkii muslimiinta iyo bilicdii diinta la muujiya la doonayo oon loo kala hadhin naafo iyo lix lixaad ka qabo iyo caruur iyo waayeel iyo waxoo dhan ba inaanu guuraa la doonaya oo maalinkaasi dad baa ku soo islaama maalin walbood ciidaan oo si fiican ciidaan qolyaha islaam kusoo gala ninka intii la duuba la sii dayo miidiyaha la geliyo baraha bulshada la dhigo anshaxa iyo quruxda iyo alabta say iskugu dhacayso qolyaha intay ku jodboodaan bay islaamaan saad moodaysaan maa waa shaciira min shacaa'ir alislaam qur-aanku qaadaa dhigay nabigu ka hadlay muslimiintuna weligood aysan ka tegin lama hayo nebi maxamedu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii oo salaatu lciideyn ka tegay bacdamaa la jidayay kadib marka salaada ha loo dadaalo yaan la fududaysanin dadka ha la furo ruux walbo dhaqaaqi karna ha tago musallaa ciidda haddiiba ilaahay inoo sahalo haddii kalena masaajideennu ku tagan doonaa kolley imaamka hawshaa ka hadli doona habeenkeeda insha allahu tacaala hadday xukumkeeda ay noqoto farducayn qaabkee loo tukadaa bitifaaqi culamaai lmuslim waa laba ragcadood waa taqaanaan caruurteennaa yaqaan laba ragcadood weeye xilliga barqinkana la tukadaa fuqahadu waxay leeyihiin waaguba hadduu baryo waqtigeed wuu galay laakiin sunnadu xilligu nabigu tukan jiray ee laba saac hal saac iyo badh qoraxdu markay yaraha dheeraato oo waqtul karaahiyaha laga baxo xilligaasaa la tukanaya sida salaadaha loo xidhaa loo xidhan ducaaul istiftaaxi akhrin jirteen baad akhrinaysaan wajahtu wajhiya liladiina akhriya iyo tii kale gaabneen ninka akhriya iyo ducaaul istiftaax baa la akhrin kadib shaydaankaad iska naari shay walbood akhrinayso waxaa sunna inaad shaydaanka iska naarto kadibna faatixadii baa la akhrinayaa intaa marka faatixada la gaadhin waxaa ku jirto taqaanan hee takbiiratu lixraam takbiiratu lixraamka cafwan takbiiraadka ciideynka raba ee salaad walayda waad garanaysaan waxay ku xigtaa bacda ducaai listiftaax sida sawaabka wadaadana wayba la cidhbiyaan uu xidhaba way bilaabaan tacawudkana gadaal bay geeyaan say doonima ha noqotee takbiirta lagu xidha salaada waxaan ka ahayn toddoba takbiirood baa ragcadda koowaad geli ragcadda labaadna takbiirta lagu soo istaagoo takbiiratu lqiyaam loo yaqaano shan aan ka ahayn baa la gelinayaa afar afarna waa la sheegay jamaaca min asalaf baa ku tegay ka badanna waa la sheegay ka yarna waa la sheegay almuhim sidaasaa laakiin axaadiis u badan yihiin toddoba takbiiroodoo garata hore iyo shan gelaya ta dambe faatixadii markaad akhriyadaa nin walba suuraduu raacin kara haddii imaamka xogo kuu yara aamuso waa khayr haddii kalena qiraada imaamka dhagayso waxaa nabigu ka sugay inuu ragcadda koowaad ku akhriyay suuratu qaaf ragcadda labaadna uu ku akhriyey iqtarabat isaacatu wanshaqa alqamar waxaa kaloo ka sugan ragcadda koowaad inuu ku akhriyay suuratu lacla sabbix isma rabbika alacla ta labaadna uu ku akhriyey suuratu lghaashiya hal ataaka xadiidu lghaashiya intaasay yay salaadu ku egtahay ragcatayinka iyo takbiiraadka iyo qur-aanka la akhrinaya kadibna waa la salaamo naqsadaa khud bay leedahay khudbadaasi way ka dambaysaa ciideynka laakiin khudbada jumcada way ka horeysaa iyadu laakiin sunnadu ciideynku waa inay ka dambayso nabiga iyo calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu laba khudb hal khudba unbaa laga hayaa inay khudbeeyeen unbaa la hayaa laakiin jamaaca min asalaf iyo madaahibtu waxay leeyihiin laba khudbaa la khudbeynayaa qiyaasan cala aljumca jumcadu waa ciidu lusbuuc laba khudbood bay lahayd tanna waa ciidu sana laba khudbaa lagu dhufanayaa
المهم أما لبا قر إنه خطبه أو إنه فريسته أو إنه كع أما هل كرفته خطب الآن يعني على دكرون حقوق وانا ودين كن يدنه النجود يا مسلمين دكوا سابسنا وعربنا يا قع على قصيرية قل يا خطبة تكبير كوب الله بس إذا صلاة وكله وتوحيد بدن دل دل أياجنا جماعة من السلف بيكسو أنتاي وذادنا إن الحمد لله بيكبر لوضان وحرنا وحلينا هاي وصبك حركوا ضاعت عليه مرة صبح حرا كنت داتم حلو قسمية ماشي اللي هوي كنت داتها صبح قد حرا كنت داتو وان وهجاج يتوس برم ولا يدي تاع عليس ملاقات كاوي وحيسو هري تكبير تي آداب تي أررت وحو ناقصن واجو ساد أكبر يا بينات كل هذا أو ماشي اللي كنت كنا أبو كل هذا ساسا وناقص أن لقاه الرئين cidkii aad ku baxday cid aan ka ahayna aad ku soo laabato markaad soo tukato waxa wanaagsan inaad lugayso hadaysan meesho dheereyn dibkana uu san jirin hadii gaadiid la isticmaalo dib mara laakin waa laga wanaagsan si lugay wadada kala bedelo say meelo badan aakhara kugu marati kaca meel walba adduunka marto oo wanaag ku sameeyso marati bay ku noqonaysa ajir baa lagaaga quraya goob walba oo marto oo ilaahay ku xusina آخر الضالع باكا إيمان دونا إيه حساب مركب وضد كلا بدلو سير لغة سول لغة إنت أنا تكبير تأي الله وضيع توحيدك ولتكبر الله على ما هداكم وي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وحد قدر كتنا التوحيد هي تحميد هي تسبيح على دلدلية تكبير توحيد بالله من على الراجح مخربك يوم النحر بري صبح دي بالابن ودا دابا قبابا ويوم عرف واجا كبرية أيا تكبير تلا إسكا قبا ربا ودا دابا أحاديث بيود لي شان يا آثار لكن مخرب كمان كعيد دهبين كطبنات بي بالابن وحين الرمان مالين كأفري طبنات عصر كيس آخر أيام التشريق عصر كامرجان تكنو أي كو أكتاهي محايرة إنه وهدان مسلمين نهاي مالين كأنه قبل دعيب وقبل لو ذا قبل دعي أيو قبل لو ذا هذين كأنه مخرب وحنا كل جه قبل خلاص دعي باش يدين كيدين قبل لو ذا ميد نايت حكي يدين كذا كتاي ميد نايت بقبل لو ذا ميد نايت بيدين كده ما تا وحنا نقوم من دخان هذا مسلم حكي قبل لو ذا عد دعي هذا وائم وهذين كي اسنين بينو كجرا ركان يوم حي مرايا احد بينو كجرا ضميرها انو مو غلطا قان تي ما انو نس دين عوام خير ما مركا وشا ان لاسكو خلطين بال ربا صباح مخرب كا مالك التبناد يوم النحر الى عصر كا مالك صدح افري التبناد يا صدح التبناد مسوا افري التبناد صدح التبناد الى مالك التبناد بافر كو هاي طيب مالك ان عيد انه يسدح بري او دنبي عصر كأضم بيا أيه كأتى تكبيرته هذا الله بديه صمايو تكبيرتك وما في عنه وإلا حشون يا حتى مدك تكبير سنة الله أكبر بودي ما أقان جدك حتى مرك السعودان وحقون أو كم مغل يجوح منا متشر حال ربائل رين تقولوا كعال الدنيا يا وتكبير تلاقى مغل إلى كريب بن جاي باشو سعته ورث في كأنه مرساك إسلام حكى ترى سيف عن لو تكبرتها للدورية تكبرتهم ورب الله يا رئيسه ويكاء جربان تاني مدى الهوس أقوه أنه نسيسه أفضل الحج الحج والثج نبي وحول الحج وحا أفضل البلد مدك أقعد ديرة تكبيرت إيا توحيد كإيا تصبيح كر لو قاد عنه قد الله ديك بدنا لبتا عيوح وربنا لقالوا مسلم مسلم إيه نولادار وأطعموا البائس الفقير مساكين تمالك عيدة وين واحد الله سيء وحلو قبته أي دريمان معلمها إني كدوينهم معلمه كله ويكون صو حساب تمام مسلمين تها لوضن قدو واحد الله قبته وحلا سيء